من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيستغاث بالمخلوق الحي، يستغاث بالمخلوق الحي فيما يقدر عليه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث بموسى عليه السلام الذي من شيعته من بني إسرائيل على الذي من عدوه من آل فرعون فوكزه موسى، أغاث هذا الرجل المظلوم. فالاستغاثة، وكما يستغيث الرجل بأصحابه في الحرب وغيرها يستنجد بهم، فالاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه هذا لا بأس به، وتعاونوا على البر والتقوى. وكذلك الحي ما يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، ما يطلب منه شفاء المريض أو إعطاء الولد أو جلب الرزق له، فما يطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.